سبع ورقات من ورق السدر وكوب من الماء وآيات معينة من القرآن الكريم تشفيكم بإذن الله من كل سحر وتعطيل وربط. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله. حلقة النهاردة هي رقية تنجيكم من السحر والتعطيل والعكوسات والأعمال، نستخدم فيها ورق السدر والماء وآيات معينة من القرآن العظيم. وقبل ما نبدأ الرقية يا أخوة، حابب أشرح لكم إيه هو ورق السدر. ورق السدر بيخرج من شجرة تسمى شجرة السدر، وهي شجرة يا أخوة تنمو في الأماكن الرملية والسهلية والحصوية، وتنمو في الوديان، وهي شجرة تتحمل الملوحة والجفاف. تستخدم أوراقها الناعمة أو اليابسة أو المطحونة في العلاج من السحر والحرارة والحسد والعكوسات، وأيضا تستخدم في غسل الأموات، وأيضا تستخدم لمعالجة الكسور وأمراض كثيرة مثل أمراض الشعر وأمراض الالتهاب وغيرها من الأمراض. ذكرت في القرآن حيث قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وقال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. وقال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ووردت في السنة يا أخوة من حديث الإسراء عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، إذا نبقها مثل قلاق الهجر، وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن يغتسل شخص ما بماء السدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر. فأخوة، شجرة السدر وأوراقها هي شجرة مباركة إن شاء الله، وممكن تحصلوا على أوراق السدر عن طريق أن أنتوا تذهبوا للعطارين وتشتروه عبارة عن ورق أو مطحون، وأنا أفضل الورق الفريش أو الطازج، وممكن تشتروه من عن طريق وسائل النت أو أونلاين، فهو متوفر في كل حتة إن شاء الله. الرقية يا أخوة، نحضر سبع أوراق من السدر ونطحنه حتى يصبح قطع صغيرة جدا، والأفضل أن تطحنه بدقه بين حجرين. يعني لو الأخت والأخ عندهم حجرين ينظفوا الحجرين ويطحنوا فيه سبع ورقات سدر، لو مفيش حجرين إن شاء الله طعوهم حتى بإيديكم، مفيش حرج إن شاء الله. ثم تحضروا إناء من الماء النظيف، يبقى حضرتك جبت إزازة مية أو إناء مية وجبت السبع ورقات من السدر وطحنتهم، ثم ضفت السبع ورقات من السدر المطحونة داخل الماء وترج الماء بحيث أن ورق السدر يصبح مخلوط بالماء، ثم تضع فمك قريب من الماء، يعني حضرتك تضع فمك قريب من الماء أو الزجاجة، ثم تقرأ معي هذه السور والآيات. أول شيء وهي الفاتحة سبع مرات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقرأ هذه الآية من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم تقرأ هذه الآية من سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ثم تقرأ هذه الآية من سورة يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ثم تقرأ هذه الآية من سورة طه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم أول آيات من سورة الصفات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. ثم تقرأ سورة الجن كاملة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننت
زعمتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ثم تقرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ثم سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات وبين كل مرة يا أخوة تنفثوا على الماء يعني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس ثم يا أخوة قولوا هذا الدعاء على الماء أيضا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن تحصنت بالله
الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجبات، عافني وعافي المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم اصرف عني حر العين وبرد العين ووصب العين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيني، الله يشفيني، الله يشفيني، بسم الله أرقي نفسي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم يا أخوة ويا أخوات، اشربوا من المية 3 مرات، وعلى قد ما تقدروا اشربوا من هذا الماء، والباقي يا أخوة من الماء اغتسلوا به، اغسلوا جسمكم كله به من أول شعركم لغاية رجليكم، اغسلوا جسمكم وخاصة الأماكن المدفونة أو الأماكن الصعبة زي تحت الإبط، وزي أماكن أخرى حساسة عند الأخ أو الأخت، وزي أماكن أخرى خاصة عند الأخ أو الأخت، وخاصة العورة، حتى يزول السحر والتعطيل من حياتكم. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الشافي المعافي أن يشفينا ويشفيكم من كل مرض جسدي ومن كل مرض روحي ومن كل سوء، وأن يرحمنا ويغفر لنا ويستر علينا وييسر أمورنا ويغفر ذنوبنا ويصرف عنا السوء ويصرف عنا أهل السوء ويصرف عنا الفتن ويغنينا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واشغلنا بطاعتك عن معصيتك، واغننا بك عمن سواك. آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.